تفسير حلم رؤية العنب في المنام. بشكل عام العنب في الحلم خير ورزق، ولكن تختلف الدلالات حسب كل حالة. سنتعرف على التفسيرات ورموز العنب في الحلم من خلال هذا الفيديو، تابعوا معنا. تفسير حلم أكل العنب للمتزوجة: قد يكون العنب في المنام أبيض أو أحمر، أسود، أخضر، وكل لون له دلالته. في العنب الأحمر يدل على الحب والعشق بين الزوجين وعلاقة الود والرحمة بينهما، أما العنب الأبيض يدل على حمل الزوجة، والعنب الأسود في منام المتزوجة يدل على السيادة والمركز العالي والأموال، كما أن العنب الأخضر في المنام للمتزوجة يدل على رزق ومال، وأكل العنب في أوانه خير ورزق ومال أوفر. تفسير حلم أكل العنب للحامل: عنقود العنب في يد المرأة الحامل يدل على قرب ولادتها. العنب الأسود يدل على أن المولود ذكر، أما أكل العنب الأبيض فيدل على ولادة أنثى جميلة، كما أن أكل العنب يدل على الخير الكثير والأموال والرزق الوافر. تفسير حلم قطف العنب الأخضر: رؤية العنب الكثير في المنام يدل على الخير الكثير، فإن رأى صاحب الرؤيا عنبا كثيرا متدلي في العناقيد وهو يقطف منها ويأكل، يدل ذلك على الأموال الخالصة التي سوف تأتيه. عصر العنب يدل على الأموال بلا مشقة وتعب، أما العنب الغير ناضج في المنام فيدل على الهموم والأحزان. تفسير حلم أكل العنب الأخضر للفتاة: إذا رأت الفتاة أنها تأكل عنبا أخضر في المنام، كان هذا دليلا على حصولها على ما تتمنى ونجاحها في حياتها الدراسية والتعليمية. إن كانت طالبة فسوف تتفوق على أقرانها، إن كانت غير ذلك أي ليست طالبة فهذا يدل على أن الله سوف يرزقها بزوج صالح وكريم ذو خلق رفيع، والعنب الأخضر يدل على استقرار الأحوال المادية. ما تفسير حلم أكل العنب للعزباء؟ العنب من الفواكه اللذيذة التي يحبها الكبار والصغار، وقد ورد ذكر العنب في المنام وهو من فاكهة الجنة. فإن رأت الفتاة العزباء أنها تأكل العنب فهذا له دلالات عديدة على حسب لون العنب. فإذا كانت في المنام تأكل عنب أبيض فهذا يدل على أن هناك شخص سوف يتقدم لخطبتها يكبرها بأعوام كثيرة، ولكن يتصف بالثراء والمركز المرموق وكذلك الكرم بلا حدود. إن رأت أنها تأكل عنبا أسودا تزوجت شخصا تربطها به علاقة حب. أما إن رأت في منامها أنها تأكل من عنقود عنب لونه أحمر فهذا يدل على أن هناك شخص متزوج وله أبناء ويطمع في أن يتزوجها على زوجته. العنب الأخضر في المنام يدل على الجاه والسلطان، فسوف يتقدم لها شاب وسيم ذو مركز مرموق.